اليوم حوار الحلقة أو حوار موضوع الحلقة رح يكون عن النقد والانتقاد، أهمية النقد، إمتى فينا ننقد الناس، خاصة إذا كان النقد غير صحيح. طبعا النقد يا ترى هو صح نصيحة ولا لا؟ هذا الشيء رح نناقشه أكثر، رح نتعرف عليه أكثر مع دكتورة رنا عبد الحميد. صباح الخير دكتورة. صباح النور. صباح خالي من الانتقاد. صباح خالي من الانتقاد دكتورة. طبعا موضوع النقد هو كتير حلو، طبعا أنت بتعرفي إنه النقد موجود دائما. نعم. ودائما بين الأصدقاء بين الأهل يعني نقد موجود، الانتقاد أحيانا بيكون بطريقة صحيحة وأحيانا بيكون بطريقة خاطئة. نعم. فهون بيولد خلافات. احنا بالبداية حابين نتعرف أكثر عن النقد، يعني كبداية تعريف تعرفي. نعم. لنا شو هو النقد؟ أول شيء صباح الخير يعني لكل المتابعين ومتابعين قناة سامراء. الانتقاد هو بحد ذاته هو أسلوب، يعني اليوم الناس كثير تستخدمه، حتى بعض الناس ما عندها شغل وعمل، يعني مثلا هو متقاعد وراتبه يجي كل شهر، فهو يقعد من الصبح ينقد زوجته، ينقد أولاده، ينقد بناته، ينقد ما أعرف إيش، بس يشتغل نقد. حتى بين يطلع يعني يطلع برنامج بالتلفزيون هو بس ينقد، يعني ما عنده في حياته غير الانتقاد، فتصبح هذا جزء من شخصيته، بل حتى تنتقل كتربية إلى باقي أبنائه. الانتقاد هو شنو؟ هو ذكر تصرف المقابل بأنه هو خطأ. الحكم هو الحكم على تصرفات الناس، على آراء الناس، على أفكار الناس بأنها خطأ. خلاص هذا تصرف غلط. طبعا منو يقبل هذا الشيء؟ الإنسان بطبيعته، أي إنسان بالفطرة، يسمون علم التنمية بعلم التنمية البشرية، الإنسان هو محامي نفسه دائما. صح. الانسان لا. يدافع بالفطره، ما عم يتقبل النقد حتى. طبعا هو يعني ليش ما يتقبل النقد؟ لان الانسان هو مدافع عن نفسه. اليوم انت تلبسين لبس تدافعين عن هذا اللبس، تقولين هذا هو اللبس الصح. تطبخين طبخه تقولين جدا لذيذه، هذه صحيه، فانت تدافعين عن نفسك بطبيعتك. فاذا كان انت محامي والمقابل هذا خصم وصاير مهاجم، فبالتالي ما راح نلتقي عند نقطه واحده. فالانتقاد هو هذا. المشكله شنو؟ المشكله انه تفشى بالمجتمع، يعني هذا قبل ما كان اكو، قبل ما واحد يتجرأ. اذا تتذكرين احنا بالحلقه الماضيه تكلمنا عن الخصوصيه، قبل ما كان احد يقدر يتجرأ ان ينتقد انتقاد جارح للمقابل، اكو احترام لخصوصيه الاخرين. كان حتى الاب يحترم خصوصيه ابنه، الزوج يعني يحترم خصوصية زوجته. يعني احنا لو نصل الى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقول سيدتنا عائشة تقول اذا انه رسل لم يقبح طعام، يعني ما فد يوم قال هذا الطعام ما طيب، ما ينتقد، بس تقول تغير الزمن يعني. يقول اذا كان يشتهي ياكله، اذا يكره ما ياكله وانتهى الموضوع. صح. اليوم تقدمين طعام لزوجك يقول لك هذا كلش ما طيب، هذا انت ما تعرفين تطبخين، يبدي ينقد. صح. انت ما عندك ذوق، انت كذا، هذا انتقاد. فاذا الانتقاد هو شنو؟ هو انه انكار، هو إنكار تصرف للمقابل واعتبار هذا تصرف خطأ. والمشكلة مو هاي، المشكلة أسلوب الانتقاد اليوم جارح ومؤذي. طيب دكتورة قبل ما تحكي لنا عن الأسلوب، ليش دكتورة ليش بالقديم ما كان في نقد وهلا حاليا في نقد؟ يعني مثل ما قلتي أحيانا حاليا صار النقد كتير، يعني حتى الزوج كتير بينقد زوجته. ايه. نتيجة ضغط، يعني أنه ضغط العمل أو نتيجة أنه ظروف تغيرت؟ لا، هو شوفي، هي الموضوع موضوع ذوق وموضوع الحفاظ على مشاعر الآخرين. يعني قبل الحياة كانت أبسط، كانت أهدى الحقيقة، كان أكو تأثير للتربية أقوى، يعني مو مثل اليوم. اليوم أكو تدخل بالتربية، اليوم الإنترنت دخل في تربيتنا، في تربيتنا القنوات الفضائية، التداخل المجتمعي، اليوم الدول مع بعضها متداخلة، هذا كله يأثر على أسلوبنا. قبل لا، قبل العائلة هي اللي تربي، فتربي على الذوق الرفيع، يعني مثلا تقول له احترم الآخر، لا تتجاوز، لا تجرح قرايبك، لا تجرح صديقك، عشان هناك ذوق عالي، يعني سقف عالي لراقي في الحوار. قبل حتى من يتناقش اثنين ورا ما يخلصون النقاش يبتسمون يقول له هذا رأيك وهذا رأيي، هسه لا، إذا يتناقش اثنين يتعاركون بالأخير أو يتزاعلون فيما بيناتهم. حتى أسلوب الواحد الحوار، يحاول يفرض رأيه، الأب يريد ينتقد ابنه فيدخلون في معركة، تنتهي هذه المعركة بطرد الابن من البيت، وبيحلف الابن يحلف بعد ما يحتوي أبوه أو ما يجلس مع والده، لأنه هذا والله والدي دائما ينتقد، دائما يوجه لي كلام سيء، ما يفتح باب الحوار. فأني وجهة نظري أو اللي مطلعين عليه أنه سبب هذا هو جرأة. طيب دكتورة نحن نعتبر أنه الأب كمان هو اللي عم ينقد، احيانا الاب هو نصيحه، يعني الام هي نصيحه، الاب هي نصيحه، الاخ الكبير هي نصيحه نعتبرها، لانه هن بيحبونا كثير، دائما بيوجهونا على الطريق الصح. اغلب الاحيان نحن يعني مو دائما نحن الصح. نعم. دائما نحن بنكون على الطريق، بنمشي على الطريق الخاطئه. نعم. فاكيد نحن بحاجه لنصيحه. نعم. الاب لنصيحه الام، فهذا ما بيكون نقد. انا اليوم اريد هو هذا حجاوبك، بس حجاوبك بس بسؤال للجمهور او للناس اللي تتابع او للناس النقاده، هل هناك جريمه اكبر من الكفر؟
أكو أكبر شيء من الكفر ماكو، يعني كلهن هن جوا الكفر. صح. أكبر جريمة هي جوا الكفر، الكفر أكبر شيء. هل يوجد إنسان أطغى وأكثر طغيان من فرعون؟ ماكو، هو أطغى واحد. حتى واحد اليوم إذا واحد طاغية نقول شنو أنت فرعون؟ مع هذا رب العالمين إيش قال؟ قال بالنسبة للكفر قال وادعوا إلى سبيل ربك بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، يعني باللين. وإيش قال الموسى؟ قال فاذهب فقولا له قولا لينا، يعني مع فرعون قولا لين، ومع الكفر ادعوا بالموعظة الحسنة. زين، إذا إحنا الكفر وفرعون الله يؤمرنا بالنقد وبالدعوة البسيطة الهادئة اللينة. زين، اليوم على مود ابني والله سهران على الانترنت بهدلو. او مثلا او يعني او مثلا متاخر جاي متاخر مثلا، او بنتي مثلا ما ملتزمة باللباس الشرعي او كذا، اليوم اني انتقدها باسلوب الجارح واللاذع واوصلها الى مرحلة انه اوصل ابني الى مرحلة يكره يقعد معايا؟ أين أنتوا؟ يعني أنتوا شنو؟ أنا ما أعرف هذه العقول شلون تفكر. اليوم إحنا لازم نفهم كيف نوصل النقد. يعني أولاً لازم نفهم شغلتين. أولاً إحنا ما مطلوب من عندنا نشتغل نظام القوالب. يعني شنو نظام القوالب؟ أنا ما مطلوب أختي تكون نفسي، ولا بنتي تكون نفسي، ولا أنا أكون نفس أمي، ولا نفس أكون... أب. إحنا إذا نتشابه في التصرفات ونتشابه بالأفكار مستحيل الحياة تتقدم. اليوم لازم أني أكون أحمل هذا الفكر وذاك غير الفكر، نختلف في الأفكار، هذه الأفكار كلها تكون سلة كاملة اسمها الحياة. صح. فصنع القوالب هذا خطأ. أنا ما مجبورة صديقتي تكون مثلي، ولا أني أكون مثل صديقتي. ولا أحيانا الأب مثلا بيكون مثلا الدكتور، خلاص لازم ابني يكون الدكتور. الأب أحيانا بيكون مهندس، قوالب ضروري غصبا عنك تكون. لا، اليوم نشوف الأم مثلا، الأم تريد من بنتها تكون قالب منها. صح. تشبهها في كل شيء في تعاملها، هذا مو صحيح. احنا عندنا، شوفي، عندنا ضوابط عامة ما يخالف هاي التربية العامة، الصدق، الأمانة، الكرام، هذه متفقين عليها. اكو تفاصيل جزئية اخرى، هذه ما مطلوب اني اصنع قالب ابني لازم يكون قالب من عندي، لا مو صحيح. هاي اولا، اذا اني ما احتاج انقد. ثانيا، من احتاج انقد اليوم اني اكو معايير للانتقاد، اكو ضوابط للانتقاد. يعني حددوها العلماء او علماء التنمية البشرية، علماء الاجتماع، حددوها بسبع خطوات حتى اني انتقد. اول شيء بالانتقاد اني لازم اقدم كمية كبيرة من المدح. يعني انا اليوم اريد انتقد، يعني بلش كاسلوب، يعني انه بلش بالبداية كمدح، بعدين وصل لما مثلا زوج يريد ينتقد زوجته، زوجته مثلا كثيرة الاختلاط مع صديقاتها، خروج الى الاسواق، مثلا مهملة في بيتها، هو يريد ينتقدها. انت ايش تتصور من تقولها انت مهملة، انت مخوش انسانة، انت يعني شنو راح توصل؟ ما راح تنصلح. صح. انت لازم تقدم المدح. شلون تقدم المدح؟ اولا لازم تقدم والله انت انسانة اجتماعية، والله اني افرح من اشوفك تسألين عن اخواتك. تقدم كمية كبيرة من المدح. ليش؟ اليوم جولستان اذا نقول مثلا نريد نروح لبغداد، لكن ترى الطريق مو معبد مو امن، نروح ما نروح؟ لازم يتهيئ الطريق ويكون معبد. صح. نفس الشيء انا اليوم اريد اصل الى قلبك، اريد اخليش تتاثرين بي، لازم اخلي طريق معبد بيني وبينك. هذا الطريق المعبد هو كميه كبيره من ماذا؟ من المدح، من الكلام الجميل، ولو انت راح تكشفين هواي من اسرار تعاملي مع الناس. لازم نقدم المدح، نقدم التشجيع، نقدم مثلا الانبهار، انه اني منبهره بزوج، منبهر بزوجته، او هي الزوجه تريد تنتقد زوجها لازم، او الاب بيريد يعني ينقد ابنه، ينتقد ابنه مثلا يسهر هواي على الانترنت، فممكن يقول للابنه شو دي تعال علمني، خليني سهران وياك على الفيس، خليني نشوف هذا شنو، والله ما شاء الله. يعني انه ينقد بطريقه انه ما يحسسه انه هو نقد، ما يحسسه بانه هو انسان يعني يقلل من اهميته. يعني احنا نقول بالعراقي نقول انسان ما يقلل من اهميته، ما يجرحها، يقدم كمية كبيرة من المدح. ورا ما قدم كمية كبيرة من المدح، احنا يسموها اخذناها بدورات التنمية البشرية، يسموها الفنجر، يعني مثل سندويش الفنجر، قطعتين صمون وقطعة واحدة لحم. اللحم هو الانتقاد، والقطعتين الصمونة هذا هو المدح. فقدم كل كلمتين مدح، كلمة واحدة انتقاد. طيب هذا كلش اسهل. طيب دكتورة، في وقت محدد للنقد؟ يعني نحن بالعادة مثلا لما حدا بينقد ضروري يكون له وقت محدد للنقد، ولا بأي وقت بيصير؟ لا طبعا، هو هذه قلنا من ضوابط الانتقاد. زين، أنا اليوم أجي أنتقده بيا وضع بيا حال، أهم شيء ما يكون قدام الناس. الانتقاد أمام الناس تجريح،
وتشهير به. أنا من أريد أنقد إنسان يعني أريد أنصح لازم أخذه على جنب وأبدي أتحاور وياه. هذه صارت النقطة الثانية مجرد خالتها أنه نقطة ثانية. النقطة الثالثة أني أريد أنقد إنسان لازم أقدم له كمية من الأسئلة، أسوي له عصف ذهني مع نفسه. يعني شنو مثلا أني أقول له أنت شنو تستفاد من الفيس، أنت شنو قدمته، شنو دا يقدم له مثلا. يعني أنا أذكر حالة واحدة، فبالتالي أنا راح أسوي له عصف ذهني. هذا العصف الذهني مجموعة أسئلة هو راح يفكر بهذه الأسئلة، إجاباتها راح تكون هي اللي راح تصلح. معناته نحن تعلمنا طريقتين دكتورة، طريقة المدح بالبداية وبعدين طريقة الأسئلة، إنه بدون ما يحس يعرف الخطأ. طريقة الأسئلة يعني مثلا أنا أشوف مثلا عندي طالبة مثلا ما تقرأ كثير، ما تقرأ، أنا ما أصير أقولها أنت غبية، أنا أقولها مثلا ماذا تنتظرين من عدم القراءة، يعني إيش تنتظرين النتيجة شنو، أنت راح ترسبين مثلا، فجوابها عن هذا السؤال هو راح يصلح إذا كنت أنا ناوية أصلح. المشكلة كثير من الناس ينتقدون وليس في نيتهم الإصلاح، في نيتهم التجريح، في نيتهم إيذاء مشاعر الآخرين. فهنا لازم نفهم ما الفرق بين الانتقاد وبين التجريح وبين التشهير. طيب دكتورة أنت تقولي لنا هل الفرق بين الانتقاد والتجريح؟ أحيانا بعض الناس يعني بينتقدوا بطريقة أنه كيف بدي أقول لك، بطريقة التجريح بيقولوا لا هاي نصيحة نحن كنا عم ننصح ولا مو شيء. يعني أي طبعا هذه إحنا كنا نريد ننصح، وإحنا ما إلنا غاية وما إلنا ما إلنا غاية تانية. تمام. أنا أقول العبرة في النتائج، العبرة في النتائج. إذا كانت النتيجة أنه الإنسان المقابل هذا اللي أنا على أساس داريد أنصحه إذا زعل وحس بالإهانة، إذا انتقادي إلى هو كان تجريح مو نقد بناء. لكن إذا كان بالنتيجة أنه تغير سلوكه أو كان ممنون أو شكرني على هاي الكلمة، إذا أنا النقد مالتي بناء. اليوم غولستان النقد السلبي يبني جسور، بل يبني حيطان من العزلة بين الأب وابنه، بين الزوج وزوجته، بين الأم وبنتها، بين الصديق وصديق. شوفي غولستان، أنا أعرف ناس قطعت علاقتها بأهلها، قطعت علاقتها بأخوها، بأختها، بصديقاتها. أقولهم ليش؟ يقولون كل ما نقعد بعدنا ما قاعدين بدأ الانتقاد، بلشوا بالانتقاد. صح، هذا الشيء بيولد مشاكل بينهم. وأعرف ناس يعني مثلا مع ويا أبوها، ما تزور أبوها، ما تزور أمها، أقولها تقول بس نقعد بدأ الانتقاد، أنتوا هيجي، أنتوا مهملين، أنتوا ناس ما تعرفون، أنتوا كذا، يبدي ليش يعني خلاص يدوجون ما عاد يروحون. إذن اليوم لا يعتب. يعني أنا حقيقة إحنا ليش نلوم الأبناء على انحراف بعض الأمور؟ اليوم إحنا لازم نوجه الاتهام أو نوجه أصابع الإشارة إلى الآباء والأمهات، إنه أنتوا اليوم عندكم أسلوب في الانتقاد، عندكم أسلوب في تغيير سلوكيات أبنائكم. إحنا ما يصير نعتب على الجانب الآخر، لازم نعتب على الجانب الموجه، إنه طريقة توجيهها للطلاب. أكو قاعات بالكلية تنملأ طلاب مع هذا الأستاذ وتفرغ من الطلاب مع الأستاذ الثاني، عشان هاي النقد. طيب دكتورة، النقد بين الأصدقاء، يعني مثلا الأصدقاء كمان كتير أحيانا بينتقدوا بعض، بيعتبروها نفس الشيء نصيحة أو حكي مجرد عتاب، بيعاتبوا بعض، لكن بتكون بالنهاية هي نقد، بيصير بيناتهم خلافات. شوفي بالأصدقاء عادة ما يتجمعون إلا المتآلفين. يعني حقيقة اليوم أنا إذا أصادق إنسانة، هاي الإنسانة نقادة ونقدها لاذع وشكاكة وترمي بالكلام وترمي بالحكي اللي أذر مشاعري، هي صديقة يعني ماكو ربط، يعني مو مثل الأخت، مو مثل الأم، مو مثل الزوج، مو مثل الزوجة. فهذه رأساً تشوفين العلاقة تنقطع مع الاثنين، ما تستمر. يعني هذا النقد بين الأصدقاء أسهل في أنه الخلاص من عنده، لأن هذا الصديق إذا كان ينقدني أمام العالم ويجرحني فأني بالتالي أنا. طيب دكتورة، في حال صديقة شافت شيء مثلا مو مناسب لصديقتها وما قدرت إنه ما قدرت تنقد مشان إنه ما مش يعني راعت مشاعرها، هون كمان ما بتكون الصديقة بخطأ إنه لازم تنصح؟ لازم طبعا. شوفي هو أحيانا الانتقاد من الصديق يكون أكثر تأثير من الانتقاد من الأب والأم. ليش؟ لأن هذه الصديقة أو الصديق أنت تحسين إنه هو محب، وبالتالي تعتقدين عندك إيمان كامل إنه هذا من راح يقول هاي الكلمة هو حابك وخايف عليك، أو حابتك هاي الصديقة وخايفة عليك، فراح تتقبلين. أبواب التقبل مفتوحة. صح. إحنا لازم نحرص أثناء الانتقاد أن نتأكد هل الأبواب مفتوحة أم مغلقة. طبعا. هل مفتوحة أم مغلقة؟ هنا المشكلة. اليوم أنا سألت، يعني قبل كم فترة سألت ابن، قلت له أنت ليش ما تتقبل أفكار والدك؟ قال لي أنه والدي ما يحبني بهالنص. كيف أكو أب ما يحب ابنه؟ أنت لكن هل العتب تصورين هنا على الابن أم على الأب؟ لا، العتب على الأب، لأنه هذا الابن كيف وصل إلى مرحلة يقول أني أبويا ما يحبني؟ وصل إلى هذه المرحلة لأنه الأب بنى هذه الجسور وبنى هذه السياجات العالية لي وقفل الأبواب. هنا لازم نفتح أبواب المحبة، لازم نشعر
المقابل. طيب. انه دكتورة نصيحة أخيرة يعني للمشاهدين يعني للنقد والانتقاد يعني ليعرفوا الوقت أكثر شيء. أهم شيء في الانتقاد هو إتقان فن الانتقاد. أولا أنا ما أحتاج الانتقاد، يعني لازم أفتهم أنه الانتقاد أنا ما أحتاجه، أنا ما مجبورة كل دقيقة أتكلم مع الناس هذا غلط هذا صح. أنا ما الله سبحانه وتعالى راسني أصح أرسلني أصح كل أخطاء الناس، لازم أتقبل الناس بأخطائهم بسلبياتهم. إذا احتاجيت النقد فلازم أتقن فن النقد. كيف أتقن فن النقد؟ بأن أستخدم أسلوب راقي، كلام طيب، مدح، وأطرح الفكرة مالتي كفكرة أطرحها، يتقبلها المقابل يتقبلها أو ما يتقبلها أنسحب. طيب دكتورة شكرا لك كثير، ونحن شوي تعرفنا على طريقة النقد أكثر، يعني هو يحتاج حقيقة حلقات بده فعلا هو فن وبده طريقة لنوصل للناس، يعني ننقد بطريقة صحيحة مو بطريقة غير صحيحة. طريقة صحيحة. شكرا لك دكتورة وشكرا على موضوعك.